شوفي شوفي هلأ سمعت صوت. خير ماما؟ لشوفها يا أتينا. بعدين قدان خافت من القطة مشان هيك شغلنا الضوء. ما شفتي يا ماما؟ قطة كبيرة كتير، هي فاتت من شباك غرفتنا. وليش انتو فاتحينه هيك؟ يلا نامي يا روحي، أحسن ما يطلع لك هالات سودة حوالين عيونك. شو هاد؟ من وين؟ هاي إلي ماما، أنا جبتها لبابا هدية. بابا على طول بينسى المحطات يلي بتحط الأخبار. 100 مرة قلت له هنن 100 و105، بس فكرت جيب له هاي المخدة وأطبع عليها 100 من طرف و105 من الطرف الثاني. أول ما أطبع عليها الرقم بهديها دغري. وإنتي نامي. شبكي أختي؟ ولا شي، منيحة أختي، بس أنا ما برتاح لما بكذب على ماما بأي شغلة. أختي الحقيقة بعرف شب ظريف كتير، وما في داعي تخجلي لأنه حبيتي وخبري الكل. يلا نقول لماما. لا ما بدنا هلأ. لشو أنتي متوترة كتير؟ في شي حبيبتي؟ كل شي تمام؟ أختي كل شي منيح وتمام، بس بصراحة أنا خايفة أخبر ماما بهالقصة هي. كمان لازم أحكي مع بعرف بهالشي صح؟ قبل ما نخبر أهلنا، ما هيك؟ إيه مثل ما بدك. جدان ما لازم تعرف حقيقة قصتنا أنا وبعرف. تعالي يا بنتي بسرعة، هي البنت يلي بالجريدة شكلها مألوف ويمكن تكون من حارتنا كمان. أنا عن جد ليش صاير ما عم شوف بعيوني منيح؟ يمكن صار لازم غير النظارة. بابا نعم. لا نظاراتك ما فيهم شي، أنت يلي بتنسى تلبسهم. تفضل. ايه مزبوط يا بنتي. يلا فرجيني. خدي تفرجي، هي هي البنت. هي قدان اخت. شو مكتوب قولي لي؟ تتنكر وتخدع لتحصل على ذهب، مليونير معروف جدا. أعطيني لشوف. هن كيف عم يحكوا هيك؟ كيف بيتجرأوا يحكوا عن جودان هيك بابا؟ شو القصة؟